بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. القصه بتاعت اصابه حراس مرمى منتخب جزر القمر بقت قصه كبيره جدا، والناس كلها بدات تتكلم فيها. ايه اللي حصل؟ ايه موضوع القصه دي؟ ثلاث حراس مرمى بتوع المنتخب جزر القمر كانوا مصابين. حارس المرمى علي احمده ومؤيد بوسيني عندهم الفيروس، وسالم بن بوانا مصاب اصابه عضليه في ماتش غانا في الدور الاول. فللاسف الشديد دلوقتي علي احمده ومؤيد بوسيني عندهم الكوفيد، بس علي احمده النتيجه بتاعته طلعت سلبيه النهارده الصبح، فمفترض اللي هو يا جماعه علي احمده هيلعب النهارده قدام منتخب الكاميرون علشان تيجي اللجنه الطبيه في الكاف وتقول لهم لا يا جماعه ما ينفعش ان هو يلعب علشان احنا حاطين لوائح صارمه للبطوله. اللي هي ايه اللوائح الصارمه بتاعتك دي؟ اللعيب اللي مصاب بالكوفيد هيتعزل 5 ايام مش 48 ساعه. منتخب جزر القمر والمشرف العام بتاعه طلعوا عملوا حوار النهارده مع جريده الوطن ان احنا كنا فاهمين ان الموضوع بتاع العزله 48 ساعه وده قرناه في اللوائح بتاع البطوله، بس هم النهارده فاجئونا وصدمونا علشان احنا نلعب قدام الكاميرون، فهم استبعدوا الحارس بتاعنا واجبرونا ان احنا نلعب واحد من المدافعين حارس مرمى. اللي هو انا عن نفسي ما اعرفش لوائح البطوله وما اعرفش لوائح العزله في البطوله، بس بالنسبه لنا الكاميرون ما كانتش محتاجه كل الاوفر ده علشان تطلع كسبانه جزر القمر. بس جوه الملعب برغم الطرد اللي اتعرض ليه نجيم عبده مساك منتخب جزر القمر، برضه منتخب جزر القمر كان قادر يقف على رجليه، برضه منتخب جزر القمر برغم انه كان عنده باك شمال واقف حارس مرمى اللي هو حرفيا اي حد هيشوط هيسجل، والمنتخب الكاميروني الناحيه الثانيه كنت ساو غير 4-1 4-1 وقرر ان هو يلعب 4-4-2 وفينسنت اباكر وشوب مواتنج وكامبي موجود وراهم، اللي هو في تصويبات والمنتخب الكاميروني هيعمل حفله، بس المنتخب الكاميروني ما عرفش ان هو يعمل حفله ولا نتيجه عريضه ولا اي حاجه. لان المنتخب الكاميروني زي ما بنتكلم عليه من اول البطوله مش منتخب قوي جدا، المنتخب الكاميروني تقله كله على فينسنت اباكر وايكامبي، ايكامبي اللي احنا اكتشفناه المباراه الثانيه اللي احنا قلنا يا جماعه واضح جدا ان الفرقه دي مش جايه فينسنت اباكر بس، لا ده هم جايين بايكامبي اللي هو ايكامبي فينسنت اباكر. طب بالنسبه لشو واتنج بقى الراجل بتاع بايرن ميونخ الراجل بتاع باريس اللي لف لفه طويله ده ولا ليه اي طلب ولا ليه اي طلب مش موجود خالص شو واتنج. فالمنتخب جزر القمر عمل مباراه مميزه جدا للامانه برغم الطرد وبرغم الانذارات الكتير وبرغم ان هو حرفيا اي لمسه فاول للمنتخب الكاميروني، بس كان قادر ان هو يقف على رجليه. التصويبه بتاع ايكامبي كانت صعبه على لعيب ان هو يصدها، انها مش صعبه على حارس مرمى ان هو يصدها. فالمنتخب الكاميروني سجل الهدف الاول، قلنا بعدها منتخب الكاميروني هيحفل، قلنا بعدها منتخب الكاميروني هيقدر ان هو يسجل الثاني والثالث. الشوط الاول خلص، الشوط الثاني بيبدا بهدف اوفسايد لفينسنت اباكر، بعدها فينسنت اباكر بيعمل توشه في الست يارده وبيسجل الهدف السادس ليه في البطوله اللي هو الراجل ده هداف البطوله عافيه غصب عن بوز اي حد. خلاص فينسنت اباكر سجل. طب دلوقتي ايه النظام علشان يجي يوسف شنجامه يجي مصوب دانا تروح لمرمى واحد من نجوم المباراه النهارده وهو اونانا، اندري اونانا. اونانا اللي عمل ماتش النهارده قدام جزر القمر يحترم وماتش كبير جدا لاندري اونانا، اونانا طلع النهارده كور كتير برغم انك بتلعب ضد فرقه 10 وفرقه من غير حارس مرمى، بس مع ذلك عملوا مباراه عظيمه جدا 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 بقدر امكانياتهم. منتخب جزر القمر شرفنا احنا كعرب وخلانا نحس ان هم اتظلموا، حتى لو موضوع 48 ساعه ده مش حقيقي ففين الفير بلاي؟ فين اللي احنا جايين نعمل بطوله تاريخيه وبطوله عالميه؟ فين الكلام ده يا عم سمر؟ فين الكلام ده يا عم نيله؟ انتوا جايين تعملوا بطوله من الى 60 نيله وجايين عايزين تكسبوا البطوله منتخب الكاميرون باي طريقه؟ دي مش كره قدم، ده مش فير بلاي. انتوا جايين عايزين تكسبوا منتخبكم البطوله باي طريقه، كسبوا منتخبكم البطوله باي طريقه، بس ما كنتش جبتونا معاكم وقلتوا ان انتوا تعملوا بطوله كاس الامم الافريقيه. دي مش كاس الامم الافريقيه، دي يلا يا جماعه احنا عايزين نخدم على الكاميرون، نخدم على الكاميرون بطريقه غشيمه وبطريقه غبيه جدا. اللي بيحصل ده مش كره قدم، اللي بيحصل في الكاميرون مش كره قدم، اللي بيحصل بطوله موجهه لمنتخب الكاميروني. لما اتكلمنا على ضربتين جزاء بتاع اول مباراه الناس كلها قالت لك انتوا بتشككوا في حكام، قلنا لك لا الموضوع مش موضوع حكام، الموضوع ان احنا واضح ان احنا داخلين على بطوله مخيفه بالنسبه للكاميرون، رغم ان هم كانوا ضربات جزاء حقيقيين، بس قلنا برضو المنتخب الكاميروني هيتجامل. وقد كان المنتخب الكاميروني اتجامل. لوائح اتغيرت، لوائح ما اتغيرتش، بس منتخب الكاميرون بالنسبه لنا كواحد عايش على اسم الكاميرون زمان، مش منتخب الكاميرون كان هيبقى محتاج كل الافوار دي علشان يكسب منتخب جزر القمر، بس اللي قدموه منتخب جزر القمر النهارده ده لا، منتخب الكاميرون كان محتاج زياده عن كده بكتير علشان يعرف يكسب جزر القمر بسكور. مباراه النهارده كانت سيئه، مباراه كانت مليانه خشونه، مباراه كانت مليانه ضحك كتير زي مباراه غينيا
وجامبيا المنتخب الجامبي قدر ان هو يكسبها 1-0. وده المباراه الثانيه اللي احنا كلنا تحسرنا على خروج جزر القمر، اللعيبه اللي كانوا رجاله بس للاسف الشديد لا الحظ ساعدهم ولا منظمين البطوله عايزينهم يكملوا معانا لحد هنا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فده رايي عن المباراه بصراحه، اللي هو كان نفسي جزر القمر تكسب علشان اللي تعرضوا ليه النهارده جوه الملعب كان حاجات لا يفوق عقل بشري. هو انت بتلعب من غير حارس مرمى، وقلت ثلاث دقايق بتلعب من غير مساك، وبتلعب قدام فرقه مفترض ما تطلعش على البطوله، هو اصحاب ملعب مع ذلك بتعمل ماتش عظيم جدا. فشابوه لكل لعيبه منتخب جزر القمر على المباراه الجميله اللي قدموها النهارده.